طبعا ربنا يكون في عونك. ما ترد يا شحتة انت كمان. مؤاخذة يا ست ما تخزنيش، الغريب أعمى. أيوة بس مش لدرجة إنك تخش عليا الحمام. ما هو يا ست اللي بره قالت إن الدنيا كلها مفتحة وعلى بالي، كنتش عارف إنها مفندقة على آخر كده. خلاص أنت عاوز إيه دلوقتي؟ أنت مالك داخلة فيها شمال كده؟ يا وحش يا وحش، ولا هي الشقة حادفة شمال بلوازمها؟ ممكن تخرج؟ أنا عاوز أغير هدومي. سلم، هو مش ده برضه يعني بيت استغفر الله حضرتك برضه يعني والعياذ بالله؟ النهارده راحة وأنا عاوز أغير هدومي، ممكن تخرج بقى؟ آه قولي قولي تاني كده يعني قلتي إيه؟ إحنا النهارده راحة وأنا عاوز أغير هدومي، فين المشكلة بقى؟ يا بقى دي هي المعطلة. أصل في سؤال محشور في زوري. اشرب ميه وبلعه. بصراحة خاف من الميه اللي هنا. ما دام أنت مش ضامن حتى بق الميه، إيه اللي رماك على هنا؟ اللي رماك على المر. خلص وقولي اللي عندك، أنا عايزة أغير هدومي. أنت مين؟ ومنين؟ مش فاهمة يعني. الولاية اللي بره فتحت باب الاحتراف ولا استوردت من؟ حرام عليكو حرام عليكو، شباب مش ناقص، يا النار ناقصة حطب. ممكن تخرج بقى؟ حول ولا قوة. ما يصحش كده ترزعي الباب في وش الزباين، قصدي الضيوف. اسمها وعد، نصها مصري والنص التاني محدش يعرفه، أحسن لك كمان أنت ما تعرفوش. هي بركة البيت ده من ساعة ما جت هنا، والسعد بقى واع، والهنا رسي هنا، واللي يدوس لها على طرف النبي عينه ما بتشوف النوم، وحلمه بيتلطخ دم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شحت أتأخر أوي، أنا مش هينفع أستنى أكتر من كده. بشوق، احنا هنا ما بنغصبش حد، واللعبة هنا على الكيف يا سلطان القلوب. انت تعرفيني يا ست؟ انت على رأي المثل يا اخوي، على وشك يبان يا نتغي اللبان.